في هذه المدينة الجميلة. كما قلت لكم قبل قليل، الإنسان هو المكان، يعني الإنسان هو الذي يملأ المكان وهو الذي يمنح للمكان قيمته. خريب غاليو بالنسبة إلي من أجمل الممكن، سوف تظل أثرا بليغا في ذاكرتي. شكرا لمحبتكم، شكرا لتقديركم، شكرا لاختياركم ليس لي ولكن لهذا المسار الذي قطعته بحب بإيمان بضمير. كنشكروها بالمناسبة على تفضلها سفر إلى كوريا قصد مشاركتنا هذا اللقاء الأدبي. والأخت زهور قران هي حقيقة
من النساء المجتمع المغربي القليلات في النقد الأدبي، وهي تحمل شعار تحسين الأدب. وحقيقة أن النقد الأدبي هو أول مرة في الحزام الوسائطية بعدما استضفنا مجموعة من الكتاب على رأسهم الأستاذ السيد محمد الأشعري، الذي يرجع له الفضل في إخراج هذه المعلمة الثقافية إلى حيز الجود. بالنسبة للدول النقدية يرتقب أن يشارك فيها نخبة من المفكرين والأكاديميين والنقاد والكتاب، منهم السي محمد الأهلي والسي حسن الحربي المسكين السعيد. كما تعرف الدورة التي يرتقب أن يحضرها العديد من المثقفين والفعاليات الثقافية والأدبية والجمعية، أنشطة موازية تعزز قيمة العمل الثقافي في علاقته بتيمة النقد بالمغرب وأهميته في تطوير الممارسة والخطاب الأدبي والإبداعي بشكل عام. تندرج هذه الاحتفالية الأدبية في إطار الأنشطة الثقافية التي تسطرها جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بهدف تنشيط الحركة الثقافية بالمدينة والإقليم والجهة، وجعل هذا اللقاء كذلك منصة التواصل والحوار وخلق دينامية ثقافية مهمة، وجعل الطلبة مختلف الفعاليات الثقافية تنخرط وتساهم بإيجابية في تطوير الممارسة الثقافية في المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ثقافية الأستاذ عبد الرحمن مسحات، الكاتب العام لجمعية أعضاء جمعية أصدقاء الخزان الوسائطي أبو خلدون، وكاتب فرع اتحاد كتاب المغرب وروائي وإعلامي. بهذه المناسبة قضينا واحد الأمسية جميلة، عرس بهي في احتفالية رائعة للأستاذة والناقدة زهر بردام التي شرفتنا بالحضور، ووجودها في مدينة خريبكة في رحاب هذه الخزانة الوسائطية هو اعتبار للنقد المغربي وللأدب العربي والأدب المغربي والأدب العربي بشكل عام. وعشنا مع تلة من المثقفين والإعلاميين والفنانين والكتاب الذين حضروا هذه الجلسة الجميلة الأنيقة التي من خلالها فتحنا نافذة على الأدب، على النقد المغربي وعلى الأدب العربي بشكل عام، في احتفالية رائعة للأخت والأستاذة الناقدة زهر بردام التي تستحق هذا التكريم التي كرمتها جمعية أصدقاء الخزانة الوسائطية ابن خلدون، كما كرمت سابقا الراحل أحمد بوكماخ في الدورة الأولى، وكرمنا الآن في الدورة الثانية، وسنكرم يعني قامات أدبية مغربية تقديرا لمجهوداتهم وخدماتهم الثقافية التي أسدوها بشكل عام للأدب المغربي وللأدب العربي بشكل عام. وفي السياق التكريم ديال الأستاذة الناقدة والدكتورة زهر بردام، ارتأت جمعية أصدقاء الخزانة الوسائطية ابن خلدون إلا أن تكرم أحد أبناء مدينة خريبة، وهو الخطاب المغربي محمد خروب الذي فاز بجائزة محمد السادس للخط المغربي. حاولنا، كانت هذه التفاتة بسيطة إلى هذا الفنان الخطاط المغربي لاعتبارات كثيرة. ونذكركم أيضا ببرنامج الذي سطرته جمعية أصدقاء الخزانة الوسائطية ابن خلدون. غدا إن شاء الله ستكون واحد زيارة لمدينة أبي الجعد، المدينة العتيقة، وبعد ذلك في المساء ستكون هناك ندوة أدبية نقدية حول النقد، دور النقد المغربي أو النقد المغربي وما قدمه من خدمات للأدب العربي، مع تلة من المثقفين. أذكر الأستاذ الدكتور محمد الداهي، أستاذ رشيد الحسيني، زهور قرام أيضا، والأستاذ حسن البحراوي. كنتمنى أن من الإخوان أنهم يحضروا بكثافة، وخصوصا عشاق الكلمة وخصوصا عشاق الأدب، وتحديدا الطلبة والطالبات والباحثين في مجال النقد والأدب بشكل عام. وشكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.